مدينة الجسور المعلقة قسنطينة تشد إليها أنظار الناشطين في المجال الفلاحي والمهتمين به من خلال احتضانها للمعرض الدولي للفلاحة الذي يمتد من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري. منتجات محلية متنوعة صنعت بأيادي جزائرية توفر خيارات للفلاحين والمستهلكين. أغلبية العارضين هم شباب استفادوا من دعم الدولة واليوم صبحوا منتجين حقيقيين، وهذا الشيء ما يفرحنا ونتفائلوا بهذا الظاهرة. كذلك اليوم لاحظنا باللي تعدد المنتوجات، انه فيه منتوجات عديدة اللي المواطن الجزائري ما يعرفهاش، وعلى هذا الشيء اللي كنا طلبنا حتى من وسائل الإعلام باش يديروا له ماركتينغ نتاع هذه المواد المنتجة على المستوى المحلي. ما يميز معرض قسنطينة هو الحضور اللافت للطاقات الشبابية التي استفادت في وقت سابق من دعم الدولة وأصبحت اليوم مؤسسات منتجة في المجال الفلاحي والصناعات التحويلية وتختص حتى في إنتاج الآلات والمعدات الفلاحية. الشركة تاعنا تنتج الأسمدة، الفلاح راه راضي بها كما نقولوا، تلقات استحسان من طرف الفلاح وذو جودة عالية. احنا مختصين في فرينات سون غلوتين، سون دي برودوي ديسيني بور لي مالاد سيلياك، كوم اون فوا لي فارين كومبلكس اي كي بوف افيكتوي ا بارتير دي سي فارين بليزيور غاتو ميزون و لور بات انسي كو لور بان. المعرض الذي يعرف مشاركة أجنبية يهدف إلى عقد شراكات استثمارية والترويج أكثر للمنتوج الجزائري الذي يلقى رواجا في الأسواق الدولية. الصالون فيه أكثر من 120 عارض، وهناك 5 دول أجنبية حاضرة في الصالون. بطبيعة الحال الصالون يهدف إلى خلق فرص الشراكة بين المتعاملين، سواء جزائريين بينهم أو حتى بين جزائريين وأجانب، لخلق ثروة مضافة جديدة وتنمية الاستثمار. ويبقى الهدف الأسمى للصالون هو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. معرض قسنطينة الفلاحي فرصة جديدة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات والدفع بالقطاع خطوة أخرى نحو تحقيق الأمن الغذائي وإيجاد أسواق دولية جديدة لمختلف المنتوجات.